احنا شعب بنهزر، معقولة عينينا تتقفل؟ انا ده المتعة محمد صلاح، ده انا اكتر واحد بعشق محمد صلاح، ده انا وحيد اللي ناضلت من 5 سنين ان محمد صلاح ممكن يبقى احسن لعيب في العالم. ايمن يونس انا بقول لو حاجة تخوف انك تلعب جنب محمد صلاح مش هيبقى لك نجومية، فهيلغي نجوميتك في اللعب جنب محمد صلاح. احيانا بيلغي نجومية اي حد، لان هو اذا سوبر ستار، هو نجم بيعمل كل في الخيال. في هزار، فقدنا الهزار كمان ده طبعا، يعني يا ريت العمر يرجع هو كان جالي ويبقى الوينج بتاعي محمد صلاح، كنت هبقى اسعد واحد في الدنيا. لكن بنهزر، معقوله مش عارفين نهزر؟ محمد صلاح في وجوده في الملعب في ليفربول، وجوده في الملعب لو راح اي فرقه في العالم هياخد كل النور وكل الاضاءه. فانا باخدها من ناحيه الهزار ده، اتمنى ان الناس ترجع لطبيعتها بنهزر. اللي كتب يا حبيبي، اللي كتب خبر زي ده مش عارف يهزر، مش عارف يقول. ده متعه ان انت تلعب جنب محمد صلاح، واحد ينقذك في اي وقت. متعه تلعب جنب محمد صلاح، واحد يقدر يجيب لك يخترع جون في اي وقت. بس لكن بقول بقى من النجوميه، طبعا هو واخد كل النجوميه وحقه بصراحه. ده انا براهن عليه ان هو في يوم، يعني هو بصراحه يستحق السنه دي احسن لعيب في العالم، لانه قدم مردود خيالي في الماتشات كلها. زود شعبيه الكره، زود شعبيه الكره، خلاك تشوف اهداف ما تحلمش بيها، خلاك تشوف اهداف ما تحلمش بيها. محمد صلاح بيصنع حضاره كرويه توازي الحضاره الفرعونيه، حضاره كرويه بياخدها محمد صلاح في العالم. فصعب قوي ان احنا نتكلم الا اذا كنت انا شايف الموضوع ايه. ده بيعمل حضاره، بيخلي الناس تشوف مصر بشكل تاني. ده انا كنت في الهرم من حوالي اسبوع، لقيت 3 سياح اجانب لابسين محمد صلاح وجايين بالمفهوم. حد اسكتلندي وقفت اتكلم معاه، وكان بيفطر في الترابيزه اللي جنبي، ولقيته بيقول لي انا جاي اشوف البلد اللي طلعت محمد صلاح وبستمتع، ومفيش اجمل من كده بلد، وانا سعيد ان انا موجود في مصر. ده اللي عمله محمد صلاح، غير حتى المفهوم السياحي عندك، خلى الناس تشوف مصر بشكل منور. محمد صلاح ورده تتحط في تاريخ مصر كلها، خلى العالم يشوفك بشكل مختلف، خلى العالم يشوف حتى الأديان عندنا في مصر بشكل مختلف، المسلم والمسيحي موجودين ازاي، خلى العالم يشوف وجهة متحضرة جدا للشخص المسلم السوي الطبيعي اللي يعرف دينه وحقوقه واللي ليه واللي عليه في اي مجتمع. محمد صلاح عمل مراية غير عادية لمصر، رغم ان مصر اليومين دول في احلى اوقاتها من 50-60 سنة، بتتطور بشكل غير عادي، لكن محمد صلاح وردة منورة لاسم مصر، ما ينفعش تقال عليه غير كده.